وانت قبل شو يصير؟ دكتور كل زين ونجيك للعياده. مو بس اهم على كيفك بالاسعار مال هذا، يقول لك الاسعار مال الدكاتره شويه قويه كلها. طبعا الاسعار مال الدكاتره تحياتنا لهم مو الكل، اكو من يقدم حقيقه تنازلات انه لعيون المريض، يتنازل عن هواي اجور على مود يقدم للمريض خدمه انسانيه. مو واكو لا يعني الاجور مال اسمه مال الادويه غاليه. فنتمنى الله الله بالمواطنين، لان المواطنين مين هم؟ عراقيين. وانت مين دكتور؟ العراقي. بارك الله بك، شكرا لك. سلمني دكتور، شو تحب تقول الدكاتره الله يحفظهم خاصه العراقيين من خيره الاطباء؟ اكو بعض الاستثناءات ناخذهم، يعني اكو الاجور غاليه واكو لا الحمد لله اجورهم معتدله، وخاصه من يطلع المريض ويسوي يعني يعطي فلوس كشف شوفه رخيصه مناسبه والادويه دار توصله مناسبه، بس اكو غلب الله الامور مع اعتزازي كل الاطباء اللي يشاهدوننا اساتذتنا ودكاتره عراقيين ونخليهم على راس، اكو يعني نسبه قليله انه الاسعار شويه تكون يعني غاليه. والله استاذ المواطن استاذ ماجد، هو الدكتور لازم يوصل قمه الانسانيه، واحنا مجتمعنا مجتمع العراقي فيه هواي طبقات فقيره، يعني لازم واحد ينظر لهم من ناحيه الاخوه، من ناحيه ولد بلد واحد اكيد ولد عائله واحده، احنا نريد هذا التعاون يعني الموجود، وهذا كله اذا كان مساعده الناس في عند الله ما يضيع ما يضيع تسجل الا يعني اي انسان، اما راقيين كلهم الدكاتره العراقيين ان شاء الله مع حفظ الالقاب يعني كل الكل زينين، بس مرات نفس الوقت مع سجل يعني اكو قسم يعني قليلين نوصل صورتنا لهم حتى الهلا بالناس. اي لانه مرات يكتب الدكتور دواء الا من الصيدليه الفلانيه، من نشوف الصيدليه الفلانيه يطلع الدواء ب 700,000 ب 300,000. قبل ما نجي احنا كنا يم طبيبه والله يشهد الله اول مره نراجعها، فمن قلت له من يا صيدليات من اي صيدليه براحتك، شفت ايه يعني هذا شيء بيدل بين ما متفقوا ويا صيدليه ما متفقوا، ومع هذا كثير مثل يعني كثير من الاطباء نسبه الانسانيه فول. احنا اكو دكتور راسي يمكن تحياتنا دكتورة آسيا الحسني الله يحفظها، وكثير من الدكاترة والدكتورات نخليهم على راسنا وبحجهم، واكو انسانية غير النظر عن كل المسميات. الدكتور هو عراقي والدكتور يخدم العراق ويخدم احنا. اليوم ابو محمد حتى نكون واقعيين، اكو دكتور تروح له ما ياخذ منك فلوس، يعرف ظرفك لا ياخذ منك فلوس ويعطيك الدواء وكاتب مجانا، عندهم حل المهم. وبعدين الحمد لله شكرا مفضل علينا نطلع احنا نحكي للحالات الانسانيه. لذلك الف تحيه للدكاتره للدكتورات الله يحفظهم لخدمه البلد، وبعدين اكو مواقف انسانيه مشرفه هاي لازم نشيد فيها.